ورجعنا لكم مره تانية مشاهدينا، ما زلنا معاكم في لايف كلينيك. ونروح بقى لفقرتنا الاولانيه النهارده، هنتكلم عن تغذيه الطفل وهنبتديها ستيب باي ستيب مع بعض. هنبتديها من اول سن الحضانه. من اول سن الحضانه المفروض الطفل يتغذى ازاي، وايه هي التغذيه السليمه او التغذيه الصحيحه، وازاي الام تتعامل معاه في الفتره الحرجه ديت. بس خلوني الاول ارحب بالضيف الموجود معانا في الاستوديو، الدكتور شفعي دكتور، عشان قعدنا نعدله كذا مره. ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ يمكن احنا قلنا يعني هنتكلم عن التغذيه السليمه في سن الحضانه. انا عارفه ان حضرتك كمان عامل كتاب مهم جدا، ويمكن كل الامهات لو استعانت بالكتاب ده تستفيد كتير من خلال الكتاب، هو يوميات طفل في الحضانه. يوميات طفل الحضانه. حضرتك بقى يعني لمست في الكتاب ده، يعني تطرقت لبدايه الطفل من اول يوم ليه في الحضانه. هو الحقيقة مشكلة الطفل عموما من ساعة ولادته والاستعداد للحضانة لغاية مراحل عمره كلها صعبة مش سهلة، لكن الكلام عليها مهم، ومهم ان الام تكون مثقفة، مهم الام في كل مرحلة عمرية تشوف كتاب. حتى دي دايما انا نصيحة بنصحها للامهات اللي بيجوا لي العيادة، دايما جنب الدواء اللي بكتبه للام اقول لها اقرا كتاب عن تربية الطفل، اقرا كتاب عن تربية الطفل. في المرحلة العمرية اللي هي المرحلة، احنا النهاردة يعني ركزنا على موضوع طفل الحضانة لان المرحلة العمرية دي مرحلة صعبة جدا، اللي هي فيها الطفل مش بنقول بقى بيتفتم عن صدر مامته، لا بيتفتم عن البيت كله ويبدأ يروح مكان تاني هيعيش فيه 7-8 ساعات من اليوم، فده بيبقى اصعب ما يمكن. فعشان كده انا ركزت قوي قوي على ايه طفل الحضانه في السن ده، ازاي بيروح وامتى بيروح، وتغذيته تكون شكلها ايه، والاهتمام بيه يكون شكله ازاي، وحقوقه ايه، ويصحى امتى وينام امتى. ده كل ده موجود في الكتاب. لكن بشكل مبسط هنقول الطفل لما هنوديه الحضانه هنوديه من امتى. اصل كلمه طفل الحضانه، في امهات بتودي الطفل الحضانه من سن 3 شهور. اللي هي الامهات اللي بتشتغل، الام العامله، ان هي الام العامله وما عندهاش حد في البيت يقعد بيه، ومش قريبه من مامتها ولا من جدوده. فمضطره انها توديه حضانه. لا احنا مش ما احناش النهارده مش ميعادنا ولا كلامنا ان احنا نتكلم في الموضوع ده، عايز لوحده كده حلقتين ثلاثه يعني. لكن احنا بنقول طفل الحضانه اللي هو ما قبل سن المدرسه. نعم. اللي هو بيسموها الجرداه والبري جرداه وجرداه ولوزيام، اللي هم 3 سنين او السنتين اللي ما قبل اولى ابتدائي، او هنقولها كي جي 1 وكي جي 2 اللي هم قبل. لا بس دخول المدرسه يعني كي جي 1 دخل مدرسه. لا ده سن ما قبل المدرسه. اللي هو لغايه ما إيه؟ لغايه من اولى ابتدائي ده سن المدرسه. ما قبل المدرسه اللي هي 1 و2 اللي هو بيسموه اللي بيسموها الحضانه والروضه التسميه العربيه بتاعته. فالسن ده تقريبا بيبدا من 4 سنين. في بعض المدارس بيتاخر شويه، في بعض المدارس يقبلوا اقل من كده شويه، لكن هو في المتوسط بيقبلوا من 4 سنين، من 4 سنين لغايه 6 سنين. السنتين دول الطفل فيهم بيبدا يتعود على نظام المدرسه، فاحنا بنسيبه بيته ورايح المدرسه. ايوه. اول حاجه هيروح عند سن 4 سنين كان عايش مع مامته ما بيفارقهاش، ومع باباه ما بيفارقهوش، اكل شارب نايب لاعب في البيت، واذا خرجوا معاهم لا ده اول فطام له. ولو ان الحلقه دي المفروض انها متاخره شويه، كنا بداناها يعني كنا اتكلمنا فيها وقت ما الولاد هيروحوا المدرسه، احنا دلوقتي يعني عاكسين القصه، الولاد بداوا يخلصوا المدرسه. بس دلوقتي الامهات يعني لما الطفل بيتم سنتين بتفضل ان هي توديه حضانه حتى لو هي ما بتشتغلش. بتقول لك هو بيبقى قاعد في البيت، دي مش حضانه، دي جاردولين اللي هي ما قبل الحضانه كمان. يعني اللي هو احنا بنقول الطفل يتعود ان هو يكون اجتماعي. عشان هي كمان عامله. فبيروح يلعب مع والغير اصحابه والغير العامله، يعني والغير العامله الامهات هو مستحب بيعمل ايه هو مستحب يعني. بالظبط هو مستحب ان الطفل يتعلم الاجتماعيات، يتعلم ما يكونش عدواني، يتعلم يكون له اصحاب وله جروب، ويتعلم ازاي يشارك الناس. ده مهم جدا جدا. لكن ما فيهوش التزام. يروح امتى ويمشي امتى ما فيش. لكن احنا بنتكلم على سن الحضانه اللي هو من 4 ل 6، اللي هو في سن التزام بيروح الساعه 7:30 او 8 الا ربع. يعني بيمشي الساعه كذا، خلاص بقى خلاص في بدانا روز. نخليه يبقى عنده شيء من الاحساس بالمسؤوليه. فالطفل اللي هو 4 سنين احنا بنوديه المدرسه الصبح الساعه 7:30. بنوديه ازاي؟ بالباص وات ايفر. مش قصدي يعني كده. ازاي ايه يعني نوديه ازاي يعني؟ احنا هنوديه في الاول احنا بنفسنا، ولا هنسيبه يروح في الاتوبيس من اول يوم؟ لا هو بيبقى اول يوم اول يومين بيبقى لا والله المفروض ان الصغنطوط اللي لسه 4 سنين ده بنقعد معاها على الاقل شهرين، من شهر لشهرين، من يوم ل60 يوم، نعوده انه هيروح المدرسه. مش متضار للنار بشيله من البيت ارميه في الاوتو يلا اتكل على الله انت كده رحت المدرسه، هيكره الدنيا واللي فيها. لا ده انا بقى بالراحه بروح معاه.
وبعض المدارس والمؤسسات التعليميه الكبيره دلوقتي بتسمح للاب او الام او الاثنين انهم يقضوا يوم او اثنين او ثلاثه مع الاولاد في الكلاس بتاعهم. ايوه. بحيث ان يبقى نقله بسيطه، باخده بوديه مدرسته بهدوء وبالراحه، واقعد معاه واقضي معاه يوم كويس، واعرفه على اصحابه واعرفه على المدامات بتاعته اللي هي بديله ومين فاضي بقى دكتور يعمل الكلام ده؟ ده اساسي وده ضروري. يعني الاب بيشتغل والام بتشتغل، ما هو اصلي ده مش هيتعمل كل يوم. لا وبعدين انت بتعملي كده ثلاث اربع ايام في الاول، اي تيتشر في المدرسه فبتقول لك هو كده كده هيتعود، دونت وري يعني. طب هيعيط شويه وخلاص وهيتاقلم. بصي ما هو ده برضه شيء مش على اساس علمي. ما هو انا بلاقي الطفل فيما بعد عنده مشاكل وفاكر الايام دي، فاكر اليوم اللي هو راح فيه واللي عيط فيه واللي باباه سابه ومشي واللي مامته ما اهتمتش. هو ده تخيله. وده اللي ترسخ وساب بيزك بوينت كده موجوده في ذاكره الولد. ان احنا رميناه وسبناه خدناه من الدار للنار زي ما بيقولوا، لكن لا، احنا المفروض ان احنا بنروح يعني بنسلمه لحد زي الام، بيبقى في علاقه طيبه ما بين الاب والام والناس اللي هو رايح يقعد معاهم الفتره ديت، ويعرف ان فيه ود وحب بينهم، تبقى هي بديله للام. مش من اول ساعه يلا روح مع السلامه، لا، المفروض حاجه كده زي الفطام بالظبط. الفطام مش اني اشيل صدر الام مره واحده من لا، هي بتبقى بالتدريج، احلال وتجديد، تأهل نفسي حاجه مكان حاجه نفسيا بالظبط، ان خطوه خطوه يعني، بس احنا معاك بالزبط. ما سيبناكش وكده. قبل ما اودي الولد المدرسه ببقى قبلها باسبوع ولا 10 ايام عامله له سسبنشن، يعني حاجه كده بقى ايه، تشويق. ان انت ده انت رايح المدرسه، انت خلاص كبرت، وجيب له الشنطه بتاعته، وجيب له لبسه، وجيب له اليونيفورم بتاعه، وجيب له حاجه، خلاص هو اصبح مؤهل نفسيا في الاسبوع اللي ما قبل المدرسه انه خلاص هيروح المدرسه. تمام. فهو منتظر الحدث الجميل ده. لما يروح ما يفاجئش انه اترمى لوحده، لا، يروح مامته باباه معاه شويه كده. طب ده انا همشي وهرجع، حتى لو هيخرجوا من الكلاس شويه ساعه ولا بتاع، يرجعوا يبقى شايفهم قبل عينه يوم يوم لا، لغايه ما يكمل الاسبوع الاولاني بمنتهى البساطه والسلاسه من غير ما يكون في اي مشاكل. والمدارس دلوقتي بتسمح بكده وبيعملوا كده بالفعل. طيب خلينا طبعا يعني احنا بس اتكلمنا على التاهيل النفسي المبدئي اول خطوه، لكن احنا بعدنا شويه عن التغذيه، لكن هنرجع بقى للتغذيه. بس ناخد اول تليفون معانا، منى من القاهره. الو يا منى. الو، مساء الخير. مساء النور. انا كنت عايزه اسفر عن ابني، عنده 3 سنين ونص. ايوه. وهو اكله قليل قوي وما بيشربش لبن كتير يعني، فانا عايزه اعرف هو المفروض يشرب لبن قد ايه. هو وزنه 12 كيلو كمان. 3 سنين ونص ووزنه 12 كيلو، اكله قليل، وعايزه اعرف المفروض يشرب لبن قد ايه في اليوم. طيب قولي لي، هو راح حضانه ولا لسه؟ هو في الحضانه من 6 شهور، يعني من 3 سنين كده. يعني نقول من 3 سنين كده. طيب ماشي، ميرسي يا منى، وكل سنه وانت طيبه. ميرسي حضرتك. طيبه. اوكي، ميرسي يا منى. هي دي مشكله بقى يعني. انا يمكن طفل 3 سنين ونص ووزنه 12 كيلو. طيب 12 ده كويس؟ وايه كمان؟ وبس، ما بيشربش لبن كتير، وهي عايزه تعرف ايه جرعه اللبن المناسبه اليوميه للطفل. هو بتقول لك ما بياكلش كويس. هو ما بياكلش كويس ليه؟ هي مش منظمه اكله. الطفل عشان يتغذى صح لازم ياخد اكل صح في مواعيد صح. اولا ما يسيبوش نايم لغايه الساعه 12 وبعدين اصحيه اقول افطره. تمام. الطفل له ميعاد يصحى فيه وميعاد ينام فيه، لان ارتباط النوم بالاكل ده ارتباط وثيق وعلمي 100%. اذا اتاخر في النوم أيوة. بالليل هيتاخر في الصحوان. صح. هيصحى فائت شهيته. صح. لازم الطفل ينام في ميعاد ويصحى في ميعاد، اصحيه بدري. حتى لو ما وراش حاجه ومش هيروح حضانه اصحيه بدري افطره الاول. وهفطره ايه؟ دي هنتكلم فيها. بالنسبه للوجبه افطره الحاجه اللي هو بيحبها بدون ضغوط، ولو هو هيبقى بعدها شويه كده مدروخ عايز ينام اسيبه ينام تاني. هاجي بعد ما يصحى ويلعب شويه هيبقى جعان، ما انتظرش للغدا، اديله حاجه كده سناكس ما بين الوجبات، ما بين الفطار وما بين الغدا. اللي حده له برده يكون ايه؟ يكون حاجات سكريات وبسيطه سهله الهضم. طب ما تخلينا ناخدها من اول الفطار. الفطار يعني دايما اطفالنا طفل صغير بيكرهوا البيض جدا واللبن. تمام. واحنا كامهات عايزين ناكلهم بيض ولبن وجبنه يعني الوجبه كويس. الصحيح هم لا بياكلوا بيض وما بيشربوش لبن. لا، هي الوجبه الصحيحه، احنا لو جينا نتكلم على الوجبه الصحيحه الوجبه الغذائيه الكامله، ما هياش اللي احنا بنقول الوجبه الغذائيه المتكامله، وانا كاتب الكلام ده في الكتاب. ما هياش اللي بياخده الطفل في القعده الواحده، في انا قاعد دلوقتي باكل ابني كل اللي هياخده ده هو ده وجبته. لا، وجبته هو ما يتناوله الطفل على مدار ال 24 ساعه. عشان اللي ناقص في الفطار ياخده في الغداء، واللي ناقص في الغداء ياخده في العشاء. وبالشكل ده تكون كامله. فانا هفطره. هفطره ايه الصبح؟ مطلوب الطفل اللي هو في سن 3 سنين اللي هاني اتكلمت عشانه ده، 3 سنين بديله كوبايه لبن الصبح.
طبعا امهات كتير تقول لي ابني ما بيحبش اللبن. ايوه. الطفل اللي انا ربيته عمره 3 سنين ونص ده لا يمكن يكون عارف ده حلو وده وحش الا اذا انا وصلت له الاحساس ده. فانا ما بحبش الام تقول لي ابني ما بيحبش، لا ده انا اللي اقدر اوصل له الاحساس بان ده حلو او ده مش حلو. لو انت شربت منه وقدامه وحطيته، طب هو ريحه اللبن بالنسبه لنا كلنا ما بنحبهاش، طب اعمل ايه؟ احط عليها حته فاكهه صغيره واعمله زي الميلك تشيك كده واصبه له، بقت ريحته حلوه وطعمه حلو وغيرت في الكاركتر شويه وما قللتش من حته فاكهه صغنططه قد كده، نص فراوليه، حته صباع موز، اي حاجه تغير شويه فانيليا باودر. تمام. حاجه صغيره قوي على اللبن تخلي الولد تغير الكاركتر بتاع اللبن من الريحه اللي ما كانش بيحبها الى طعم وريحه هو بيحبه. وده اللي بيعملوه الشركات اللي هي بتصنع دلوقتي وتحط في علب، اللي الاطفال بيجروا قوي على البوكس دي ومش عايز كوبايه اللبن بالفراوله وبالشوكولا يعني. هي دي نفس القصه بالزبط. انا لو عملت كده في البيت الام فطرت ابنها كوبايه اللبن اللي بيحبها باي حاجه ايفن. طب هقول لك حاجه لطيفه، حته بسكويته بالشوكولاته او شويه باودر شوكولاته حطها على على اللبن واعملي له تشيك في الخلاط، ولا حطيهم وهم سخنين وقلبيهم واديها له، اتغيرت الدنيا تماما. انا عاوز من ده كل يوم بس ما تدينيش اللبن. هو اللبن. أيوة. هو نفس القصه. فالام اللي تقول لي ابني ما بيحبش اللبن او ما بيحبش البيض، انا ما بحبش اسمع القصه دي. لازم، لكن لان الام لازمها تثقيف جدا انها تغير من طبعها، تغير من العادات التقليديه. البيض اهي ولازم تتاكل، كوبايه اللبن اهي ولازم تتشرب، لا احنا بنخلي حياته غامقه. طب احنا عرفنا حل الموضوع، اللبن، البيض. البيض بقى هو انا مش مطلوب ان انا اديله بيضه. طب البيضه دي لو ما اخدهاش مسلوقه ولا مقليه ولا اومليت مثلا ولا اومليت، ما اقدرش احطها في كريم كراميل؟ ما اقدرش احطها في كيكايه؟ ها الكيك. يعني لو اصل احنا خليكي معايا انا هقول لك حاجه ليه. احنا بنحس برضو لو كلها في الكيك او في الكريم كراميل ان ما خدش الفايده. اعملي الكيك بدل ما تحطي 4 بيضات على الكيكايه الصغيره حطي 8، انت فهماني؟ هيبقى قيمه البيضه في كل مربع من البتاع كانها بدايه مستقله. يبقى انا اللي غير ثقافتي مش اغصب على الولد. ايوه. اوكي؟ جينا في الفطار. طب ناخد هبه بس ونكمل الفطار. الو. اتفضلي. الو مساء الخير. مساء النور، ازيك يا هبه؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيكي. لو سمحت انا عايز اسافر على حاجه، يعني ربنا يخليكي، لان انا بجد مش عارفه اعمل ايه مع ابني. هو اتفضلي. ابني عنده 4 شهور ونص. 4 شهور ونص. هو أيوة. هو اول طفل عندك؟ اول طفل عندي. المهم هو يعني بالنسبه للرضاعه الطبيعيه ما بيش، يعني هي اخره مره في اليوم بس، هو من الصناعي اكتر، يعني بديها له 5 مرات في اليوم. وبتدي لبن صناعي؟ طب ايه المشكله؟ المشكله بقى ان انا يعني ان هو رافض ان هو ياخد اللبن الطبيعي، وعايز ادخله كمان ممكن يعني اللي هي الحاجات البسيطه الاكل مثلا زبادي فريلات او حاجه، بس انا مش عارفه اديله ولا لسه ولا ايه. تمام تمام. طيب. اوكي حاضر. ماشي. شكرا يا هاب. شكرا يا جميل. الحقيقه اللي قالته الهانم اللي متصل الاخرانيه هبه مش كده؟ ده انا دايما بكرره للامهات، خلط الرضاعه الطبيعيه باللبن الصناعي مؤكد الطفل اول ما يتنبه ويعرف يبقى حلو كده بقى 3-4 شهور هاجي سايب لبن الام. لسبب ده طعمه لا لا مش الطعم أكتر. مش الطعم الاثنين واحد، اقرب ما يكون الفورمولا او اللبن الصناعي يبقى اقرب ما يكون لطعم لبن الام، مفيش الطعم. لكن في حاجه ثانيه، الولد عشان يرضع من صدر الام بيعمل مجهود، بيعمل ايفورت عالي. أيوه. يعرق ويخنفر وينهج. أيوه. ويبقى زهقان ومتضايق عشان يطلع شويه لبن، يمص بشده. أيوه. عشان يطلع شويه لبن من الام. تمام. في المقابل تدي له البتاع البيبرونه الثانيه بتاع الجلده المخرومه دي، يفتح بقه عليها ويقفلها، نزلت له اللبن بالجرافيتي، اصبح الولد دلوقتي مش محتاج صدر الام نهائي. اول ما يتنبه ويعرف الفرق بين الاثنين. تيجي الام طبعا. تيجي الام تدي له صدرها يعيط مش عاوزه، تدي له الببرونه ياخده ويشبع وينام. أيوة. ادي اول الطريق لان الولد يسيب صدر الام. ولذلك انا بقول وبكرر دايما الامهات اللي بيخلطوا الرضاعه الطبيعيه بالصناعيه، اكتر من 90% من الاطفال بيسيبوا صدر الام. ودي اول الطريق انها تتحول لرضاعه صناعيه، ودي اخطر ما يمكن وعيب وحرام وغلطه في حق الطفل. يعني المفروض ان الام اللي هي بتعمل كده اللي تنبهت وما عملتش نقعدها على الكرسي الكهربائي. يا للدرجه دي؟ تماما. هنكهرب الام في عيد الام يا دكتور. الكلام ده
ده ما ينفعش يتقال النهارده يا جماعه. كل سنه وهم طيبين بس عشان هم كمان يدوهم هدايا في يوم عيد الام لازم يربوهم صح. تشقى عليه وتكبره عشان هم يكبروه صح، ما عندوش مشاكل لازم يربوه صح. فالام اللي هي عملت كده، هو عامه ساعات الام بتحس شويه ان هي برده بتانيب الضمير ان هو ما رضعش كما يجب او ما خدش الكميه اللي المفروض ياخدها. احساس هو ممكن ما يبقاش صح، هو بيبقى احساس. هي مش كده، ده في امهات بتيجي تقول لي انا لبني خفيف. انت ايش دراكي يعني بتحس. اسئله لا مفيش حاجه اسمها حس، دي حاجه علميه. تركيبه اللبن واحده، ده تركيبه اللبن في اول الرضعه والطفل بيرضع غير تركيبته في اخر الرضعه. اذا حكايه الكومبوزيشن انا مش في امهات لبنها خفيف وبتروح للدكتور وبيقول لها ابنك ما بيشبعش. حضرتك بتقولي هو اللي بيكتب اللبن الصناعي. لازم الدكتور يكون دكتور اطفال. مفيش حاجه اسمها لبن خفيف. ايوه ابدا، ده كلام مش صح. بيتكلم كلام علمي. تركيب اللبن واحد، وفي نفس الوقت بدايه الرضعه مش زي اخرها. تركيبه اللبن اللي بيجي من يعني الام في اول الرضعه غير اللي في اخرها. بترضع في الاول بيبقى خفيف للسنه، مش خفيف، في مكونات في حاجات معينه في اول الرضعه بتبقى موجوده. في الاول تبقى كربوهيدرات وفيها شويه كذا وكذا، في النص يبقى فيه شويه بروتين، في الاخر يبقى فيه شويه الفات اللي هو لو اخذ الدهون، اقصد اللي في اخر الرضعه الدهون بدل الفات، دي عشان ما نصعبش المسائل. لو عكسنا وجبنا الدهون تنزل في اول الرضعه هتسد نفس الطفل، مش هتخليه يكمل الرضعه. اذا ده ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله. هرمونال الغده النخاميه بتدي هرمونات مدره للبن، ينزل ايه الاول وبعدين ايه وبعدين ايه، اللي هي الوجبه المتكامله اللي احنا بنقول فيها المكونات لابد الوجبه يكون فيها كربوهيدرات وبروتين ودهون. طيب يبقى احنا خلاص يعني نقفل حته الرضاعه، لان احنا بنتكلم دلوقتي في سن ما قبل المدرسه. احنا كنا بنرد بس على ست هبه اللي هي بتقول ان الولد ما مش راضي يرضع لما بديله صدري وبياخد الرضعه الصناعيه. ده اول الطريق. جبت لنا الكلام جبت لنا الكلام مشاكل. ده اول الطريق اللي لابد هي تشيل التتينه ولا الببرونه اللي هي بتديها له سنه وتسيبه يعتمد على صدرها ويجوع، وتدي له في الاول صدرها ما تديلوش البتاع، وتاكدي ان صدرك كافي جدا في السن ده. عايزه تاكله ايه في السن ده؟ تبدا بحاجه زي الزبادي مع صدر الام في السن 3 شهور ونص او الاربعه. طب اللي اعرفه ان الاكل بيبتدي من سن 6 شهور. لا دي سكولز. في ناس صحيح، في ناس بتبدا، ما انا بقول عشان حضرتك تقول لي صح ولا الأكل. مش صح الاكل. الاكل احنا يعني 90 يوم من حياه الطفل، الكلام ده ريكورد وكلام يعني متوصل. انا مش بشكك يا دكتور، بالعكس احنا بقول الدارج عشان عندنا في مصر. ما هو عشان كده يعني احنا بنصحح معلومات طول ما احنا ماشيين يعني. طب اسمح لي حضرتك. قلنا الاول بناكل الاطفال بعد سن 3 شهور 4 شهور، بنديهم شوربه خضار مضروبه، عصير برتقان، زبادي. لكن بعد كده قالوا الدكاتره ان لا، خطا تماما ان تدخل في معده الطفل اي وجبات مش اقل من 6 شهور. حتى دلوقتي الوجبات الغذائيه المعلبه بنلاقيها مكتوب لا يقل عن 6 شهور. ايوه ده كلام صح. لكن احنا بنقول من سن 3 شهور فيما فوق الطفل بياخد الكلام الحديث. أوكي. والعلمي ده بقى اخر حاجه. ال 90 يوم الاولانيين الطفل ما ياخدش حاجه نهائي، صدر الام بس ولا حتى ميه. من 90 ل 120 بنبدا نعرف الطفل ان في اغذيه غير اللبن. تمام. بنديله ايه؟ حاجه زي اللبن ولكن سيمي سوليد، حاجه كده نص يعني. ما هو ما ينفعش نديله حاجه صلبه، مش هتتهضم، هتنزل تاني. فبنديله الزبادي بندوق طعمه، قبل وبدي المعلقه، قبل وبدي كمان مره، بحيث ان على اخر الشهر الرابع ادي علبه زبادي للطفل. تمام. طب انا اديت زبادي حاجه غير لبن الام، ابدا ادوقه طعم الميه ازاي؟ مش بشرب ميه، ان شاء الله لو بقطنا وبقبل شفته اعرفه، وانا ببل شفايفي كده اعرفه ان في حاجه تانية اسمها ميه ولها طعمها اهوت الماسخ الطعم اللي هي عدمت الطعم دي. اذا عرف فيه اكل تاني غير اللبن وعرف ميه. عندنا من 150 ل 180 اللي هو يعتبر الشهر الخامس ببدا ادي عصاير فاكهه طبيعيه معموله في البيت، مش عشان بقول للامهات ادوا عصاير تروح تجيب العلب المعلبه اللي فيها مواد حافظه وتبدا، لا العصاير اللي معموله في البيت هي الفاكهه اللي موجوده بعصرها بسكر قليل جدا او بعسل واديها للطفل. يبقى لغايه اخر الخامس اديت لبن الام وزبادي وعرفته طعم الميه واديت عصير فاكهه. تمام. جينا في الشهر السادس. من السادس لغايه التاسع سن الايه؟ الكلمه اللي كل الناس بتعرفها والامهات زمان كانوا بيقولوها، سن التطعيم. التطعيم. عرفه طعم الاكل، مش هديله الوجبه. الام تقول لي طب اديله أكل. لا هي يا دوب انت بتاكلي، ما بقولش صنف اكل معين، كل الاكل اللي تتخيليه طعمي بيه، انت بتاكليه وشايلاه على ايدك، هو بيبص انت بتعملي ايه، تيجي مدوقاه. سجل الطب من 6 لـ9 شهور، 3 شهور دول هو قاعد بيسيف كل الحاجات. الكلمه دي حلوه قوي. الطفل بيسجل كل طعم ياخده.
اللي هيدوقوا ويعرفوا في التسعة من 6 ل 9 هياكلوا في حياته بعد كده. اللي مش هيدوقوا هيعذب الام عشان ياخده. خلاص بقى كل. طيب ناخد جيهان مع بعض. الو الو، مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ فضلك اسال الدكتور. اتفضلي. دكتور استاذنك، بس انا عندي طفلين توام، هما سنهم سنتين. بس انا الحقيقه الاول كنت بتلخبط اول ما اتولدوا في حكايه الرضاعه الطبيعيه، فكنت بدي يعني ما ببقاش عارفه مين رضع ومين ما رضعش. فانا خصصت لكل واحد يعني ناحيه معينه يرضع منها. تمام. بس اتقال لي بعد كده ان المعلومه دي غلط وان الحركه دي غلط، لانه كل صدر بيبقى فيه فوائد معينه. فانا بس كنت عايز اتاكد من الموضوع. لا لا، احنا بصي حكايه. طب انت عايزه تسالي عن حاجه تانية؟ لا يعني هي دي اهم نقطه، لان هم حسسوني ان انا ظلمت الولاد في الموضوع. حاضر. ده ايوه ضميرك وجعك بقى ومش عارفه تنامي. فعلا يعني انا اول ما عرفت الموضوع ده ضميري انبني جدا، ان انا حسيت ان انا ضريتهم يعني. ما دفعتي واحد اكتر من الثاني. في خلاف؟ لا لا، هم الاثنين الحمد لله يعني كويسين. بس انا كنت مخصصه ناحيه لكل واحد، بس اتقال لي انه في فايده في كل ثدي غير الثدي الثاني. تمام. فكنت عايزه اعرف المعلومه مهمه وناكدها نشوفها فعلا صح ولا لا. شكرا يا جيهان. هو اولا التوأم لا ينطبق عليه الكلام اللي احنا قلناه ان احنا ناكل بعد الشهر الثالث. لان التوأم بنبدا بعد الشهر الاولاني ندخل لبن صناعي مع لبن الام. ليه بقى؟ اشمعنى حاله التوأم؟ لان صدر الام مش ممكن مش هيقضي الاثنين، هيقضيهم لغايه الشهر الاولاني بالعافيه. بعد كده بداوا يكبروا وعايزين كميه اكتر. وهي فبنحط مع صدر الام لبن صناعي. طبعاً. وده يعني حاجه احنا بقى مش خلاص ثوابت ملناش خيار فيها. حكايه ادرار اللبن من ناحيتين هنا مختلف عن هنا. يعني هنا في فيتامينات معينه ده كلام مش صح ابدا. وانا هقول لك دلوقتي حالا ليه. لان اللبن ده بيجي بهرمونات، الهرمون يطلع من الغده النخاميه، الغده النخاميه تدي اوامر للغده الثانيه تدر اللبن من السدرين. فالهرمون بيجي على ناحيتين من الثدي الاثنين بنفس نوعيه الهرمون ونفس الكميه، يخلي ده يطلع من الفصوص اللبنيه لبن وده يطلع من الفصوص اللبنيه لبن، بحيث ان الاثنين جايلهم الاشاره والاوردر واحد، بيطلعوا نفس النوع ونفس الحاجات اللي في اول الرضعه واللي في نص الرضعه واللي في اخر الرضعه. اما ان ده هيجيب تفاح وده هيجيب عصير برتقال، لا ابدا الكلام ده غلط 100%. ملوش يعني اساس من الصحه. الاثنين نفس الفيتامينات نفس الحكايه نفس المكونات. وريحي حالك وما تتعبيش ضميرك، لان انت عملتي الصح مش غلط ابدا. وارجو طيب. انهم يبقوا كبروا. الو يا ساره. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا قمر. بصي انا كنت عايز اسال سؤال. انا دلوقتي انا كان عندي بنتين مش اوكي، بس انا كان عندي صدري الحلمه منجذبه اوكي تمام، فرضعت من صدر واحد وكل وانا عايزه احمل تاني، فكل ما اجي اولد فالصدر اللي هو اللي انا ما رضعتش منه، لان انا بنتين رضعتهم من صدر واحد، اولا بحس بارهاق، فانا مش عارفه اعمل ايه. بسيبه لما اللبن ينشف في الصدر التاني، لانه اصلا ما رضعتش منه خالص، فمش عارفه ده صح ولا غلط ولا اعمل ايه. طب انت ما استشرتيش الدكتور اللي ولدك او ما رحتيش دكتور؟ بصراحه انا ما سالتش حد، لان انا اصلا قمت مع نفسي اصلا لما لقيت نفسي تعبانه، لان انا كانت الحلمه منجذبه بطريقه وحشه جدا. الدكتور هو اللي قال لي يعني. فقال لي رضعي صناعي. فانا ما كنتش راضيه يعني، فماما ساعدتني وكده لحد ما بنتي عرفت تمسك يعني مني شويه، فهي اتعلقت بصدر واحد، وماما كانت بتركز على صدر واحد يعني وهي بتساعدني. بس انا عايزه اقول لك حاجه يا ساره، يعني هو لازم تستشير الدكتور، لان برضو كمان ادرار اللبن او احتباس اللبن في الثدي ده بيعمل مشاكل بعد كده. ما هو انا عمل لي مشاكل، عملت عمليه في صدري. بس انا بيعمل مشاكل. عايزه ما انا عملت عمليه في صدري وكان كده، وكان عندي مشكله لان اللبن طبعا عمل نشف وكده. عايزه اسالها بس عن حاجه. الحلمه هي بتقول حلمه منجذبه، اللي هي الحلمه المفروشه؟ لا 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 الثانيه، اللي داخله جوه في الصدر مش كده؟ ايوه. اللي هو الطفل ما بيعرفش يمسكها. ايوه. طيب ما هي دي الحقيقه. انت لو قلت لاي دكتور اطفال ولا حتى دكتور نساء اللي هو مولدك، كان قال لك المفروض ان من ضمن فحص الام اثناء الولاده الدكتور بيبص على الحلمات عشان يقدر يرضع الطفل ولا لا. فلو فرض، لان دي منتشره جدا دلوقتي، الحلمه المفروشه اللي الطفل ما يقدرش يحطها ببقه، والحلمه الغائره اللي هي بتخش لجوه في الصدر الطفل برده ما بيقدرش يمسكها. فدي الاثنين بيتعمل لهم فيزيكال اكسرسايز، بتعملي تمارين وانت قاعده في البيت. قال لي اعملي اكسرسايز ومامتك نفسها تساعدك، بتقدري تشيلي كده. ما انا كنت بعمل يا دكتور والله لفتره. بس في حاجه، البيبي نفسه لازم يساعدك. انت بتخنقي صدرك في ايدك بين صبعينك وتطلعي انت حلمه انت عملتها بايدك للطفل يمسكها. لو مص منها اسبوع واحد بس خلاص هتلاقي الحلمه طلعت وكانها زي البالونه، وبالاكسرسايز رجعتيها وبتبقى في الولاده الثانيه موجوده وفي الثالثه وفي الرابعه. يعني انا لو كده احاول اعمل منه ثاني ولا اسيبه بقى وخلاص؟ لا لا، تقدري تعملي فيزيكال اكسرسايز لغايه. لا ازاي؟ اللبن
اللبن قليل جدا، في حتى سبحان الله لما اجي اولد دوت بيبقى اللبن قليل. الهاجس ده اللي بقول لحضرتك عليه، اللي دايما عند اي ام عندها هاجس ان اللبن قليل. لا لا مفيش حاجه اسمها لبن قليل، اللبن بيضرر من الاثنين، اضرار اللبن من الناحيتين من الصدر بنفس الكميه، لان الاشاره بتيجي من الغده النخاميه اللي هي تحت المخ. يا جماعه اللبن ده ما بيجيش كده هبهزرد وعشوائي، لا ده بيجي باوامر. ساره ما تكسليش من فضلك يا ساره، انا مكسله والله، بعمل اكسرسايز وعملتها كتير بس بالزبط. انا بتعب والله، تعبت. لا بس خلي الطفل يساعدك، لان هو مص هو اللي هيوجد الحلمه له. وحكايه ان انت تنشفيه في ناحيه من ناحيتين ده غلط 100%، الام اللي تنشف صدر وصدر لا. اللي بيحصل ان هو ما بينشفش، هي اذا رضعت من هنا الهرمون هيجي للتاني، ولذلك ام من الامهات تقول لك انا وانا برضع من الناحيه دي بلاقي هدومي تتبل لبن. أيوه من الناحيه دي. أيوه ليه؟ أيوه لان الاشاره جايه للاثنين، فانت لما رضعتي من ناحيه وسبت الثانيه خزنت اللبن في الثانيه، ممكن يعمل لك مشاكل وممكن يسخنك وممكن يوجعك وممكن يحصل مشاكل. ودايما يعني يمكن احنا كنا ناويين نعمل حلقه عن يعني اورام الثدي او سرطانات الثدي لا سمح الله يعني، لكن عامل من عوامل الحاجات دي اللي هو ان الرضاعه الطبيعيه، الرضاعه الطبيعيه بتمنع سرطان الثدي. وتاني حاجه كمان، الناس لما السيدات اللي بتسيب اللبن في الثدي من غير ما تتعامل معاه مظبوط، ان هو ينشف وان هو يكلكع وان هو اللي انت بتقوليه ده يا ساره مش صح خالص، وده بيبقى برده بعد الشر احد عوامل الحاجات الخبيثه. فتابعي الدكتور وروحي اعملي الاشعه حتى الماموجرام حتى بعد ما خلاص الثدي بقى تمام للاطمئنان مش اكتر. معانا مين؟ مروه. الو. أيوة السلام عليكم. ازيك يا مروه؟ الله يسلمك. ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اه طبعا ممكن. انا بس ابني عنده 9 شهور اكلت يا دكتور فاصوليا، حسيت ان هو تعب من بعدها، وهو سفر. دلوقتي عنده 9 شهور إيه؟ وما بيمشيش. اكلتيه ايه يا مروه؟ فاصوليا. 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 ازاي يعني؟ يعني كانت مطبوخه واكلته، حسيت ان هو تعب بعدها، اكله تاني ولا ايه؟ طيب في حاجة تانية؟ في ان هو يا دكتور بيقف، مش بيقف على رجليه، بيقف على طراطيف صوابعه ولسه ممشيش ولا زحف لحد دلوقتي، وهو عنده 9 شهور. طلع سنان؟ هو طلع سنتين فوق وسنتين تحت. تمام. طيب حاضر. ماشي حاضر. يا مارو شكرا يا مارو، كل سنة وانت طيبة. شوف يا ست مروة، الطفل 9 شهور عشان أأكله البقوليات مسبكة عشان أأكله البقوليات لازم أهرسها وأخد الصوص بتاعها المية بتاعتها. ومش أديله كمية، ده انا هديله عشان اعرفه طعم البقول والحاجات دي، اديله ملو معلقه شاي بس كده، ميه مهروسه من اللي هي حولتها حاجه زي سسبنشن كده بحطها في بقه بالمعلقه بالراحه، عرفته طعم الحاجه وخلاص. اما ان انا اديله حبوب مش هتتهضم وهتنزل مع الحمام بتاعه، تمام. لو واحد مش هتعمل له عسر هضم، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي كانت بتسال عليها كانت ان هو بيقف على طراطيف صوابعه وان هو لسه ما بيصحفش او بيشبي. اولا الطفل يقف عند سنه، ما يوقفش عند 9 شهور، واذا جيتي توقفيه عند 9 شهور هيعمل بالظبط زي ما عمل لك على طراطيف صوابعه من قدام وكعوبه ما توصلش الارض. ممكن تاثر عليه تعمله لين عظام لو هي ثبتته قوي، او لين العظام ده سبب نقص الكالسيوم. لكن هي لو حاولت توقفه، او الناس اللي بيحطوا اولادهم في المشايه من 6 شهور ومن 7 شهور ده بيعمل تقوس في الرجلين. طب المشايه دي لا غنى عنها برضه يا دكتور؟ عند 11 شهر يبقى المشايه عند 11 شهر. اللي هو بريديسبوزيشن بقى ان انا هخليه يقف على الحيطه وعلى على الفوتيه ويبدا يسند على الحيطه ويمشي، لكن مش من 7 شهور، قبل كده هيعمل هو محور ارتكاز على الارض بالجديد عشان يزق نفسه، هيعوج الساقين. طب مي من الجيزه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. طيبين طبعا وحضرتك طيبه. دكتور طيب. اتفضلي يا مي. بعد اذنك يا دكتور، انا فضل. ابني عنده 3 شهور وشويه ايام كده يعني. طيب. بس هو بقى مثلا شهر كده عنده امساك. تمام. ما بيعملش صور يعني حمام. ايوه. ان ما بياخد اللي هو الجلسترين بتاع الرضع. هو انا الصراحه كنت بعزله اعشاب، عايزه اقول على اسمها ولا في دومات؟ مش هتفيدنا بحاجه، مش انا هكلمك دلوقتي عليه. وواحده هنا قالت لي اديله عصير برتقال شويه صغيرين كده. تمام. انا اديته شويه عصير برتقال بس برضه المشكله ما عملش. انا بقى يعني انا ك يعني متضايقه ان هو يعني بقى له فتره كبيره ومش عارفه الصراحه اعمل ايه. حاضر. طيب بعد اذنك اتفضلي. انا لحد دلوقتي ما اكلتهوش اي حاجه ولا شربته حتى ميه. طيب ابتدي ولا ما احنا قلنا بقى حكايه لو انت بتشوف البرنامج من الاول احنا اتكلمنا على الجزئيه دي، ان من 3 شهور هنبدا ندي ايه، واربع شهور هندي ايه، وخمس. خلينا بس في الجزئيه بتاعه الامساك لانها مهمه قوي. عايز اسالك قبل ما تمشي، انت عندك امساك؟ اه تماما. هو بيرضع من صدرك واحد بس برضه؟
طيب مفيش مشكلة، انت حكاية الصدر التاني دي احنا اتكلمنا عليها، تقدري تعملي اللي احنا قلناه. لكن اتفضلي وهجاوبك. ماشي، شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. الامساك في السن ده دايما بيبقى منقول من الام. الام يا فيه نقص في المية اللي بتاخدها، يا فيه مواد هي بتاخدها في الاكل تعمل امساك، يا اما ما بتاخدش مواد فيها الياف كافيه عشان ما يحصل لهاش امساك. اذا حصل الام امساك بيتنقل للطفل، بيبقى عنده امساك. الصح ان احنا بنصلح الامساك في الام، لان في السن ده ما ينفعش ندي الطفل ادويه امساك ابدا الا لو كانت حاجه للضروره القصوى. بنصلح الامساك في الام، بيتصلح الامساك في الطفل. طيب حاجه مهمه تانية الام قالتها، ارجو انها تكون يعني تعيها، الجليسرين، لبوسه الجليسرين. لبوسه الجليسرين دي من الغلطات المميته، ما ينفعش ابدا ان احنا ندي الطفل جليسرين. الجليسرين ده يا جماعه ما عادش حد بيستخدمه غير المصريين، لبوسه الجليسرين للاطفال اللي عندهم امساك. احنا فعلا يعني ما فيش بيت مصري لا يخلو ما عشان كده احنا من الجليسرين للاطفال. طول ما احنا ماشيين، بنصلح مفاهيم. لبوسه الجليسرين اصبحت حاجه غلط. احنا هقول لك حاجه بسيطه، حط شويه جليسرين من عندك اللي موجود عندك على 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 التسريحه ولا اللي بتستخدموه في الكريمات اللي فيها جليسرين على ايدك، ودلكي ايدك في بعضها كده، شوفي ايه اللي هيحصل. هتلاقي حراره رهيبه، سخن ايدك وانت بتعمليها كده، سخنه جدا وبتحرق الجلد. احنا اللي بيحصل لبوس الجليسرين ده ما هو الا جيلاتين وجليسرين مجمدينهم مع بعض، حطهم احنا في فتحه الشرج بتاع الطفل، بيدوب في الامعاء. صحيح هو بيعمل بينزل الحمام بتاع الطفل بسهوله، لكن بيضر الطفل جدا وبيسبب له مشاكل من تحت، وبيعمل حاجه سقوط في الريكتم، يعني كده حاجه كده كمان كل المشاكل ده بسبب الجليسرين. طيب ناخد معانا، فارجو انها تاخد حاجه ببق، هي تاخد حاجه ببقها يعني تصلح الطفل. طيب ام ياسين، الو الو الو. ايوه حضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ ممكن طبعا، اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور، دلوقتي انا ابني عنده 3 سنين ونص، تمام، وبيجي له نزلات برد كتير. وحضرتك دلوقتي انا ما عنده النزلات البدر كلها عملت له ميه حوالين ودانه، والدكتور بيقول لي بتاع الانف والاذن، بيقول لي لما اجي له اكشف، ما اكشفش عنده دكتور اطفال، اكشف عنده لما يجي له برد. دي معلومه صح ولا معلومه غلط؟ طيب هو مبدئيا انت تسمعي كلام الدكتور اللي يقول لك عليه، لان مؤكد الدكتور بيشوف مصلحه الطفل. لكن في حاجه مهمه، طفل انت قلتي لي سنه 3 شهور ونص، 3 سنين ونص. 3 سنين ونص وفي موجود ميه ورا طبله الودن. ايوه حضرتك. ده سببه الاساسي. هتلاقي حجم اللوزه عند الطفل كبير. ايوه هي فعلا لو فتحتي بقه هتبصي تلاقي اللوزه عند الطفل حجمها كبير جدا. ايوه حضرتك. دي بتضغط على حاجه معينه تخلي يكون موجود ميه ورا طبله الودن، ولو زادت القصة بتعوز تدخل جراحي من اخواتنا وزمايلنا وحبيبنا بتوع الانف والاذن، بيعملوا شق في طبلة الودن ويركبوا انبوبة لغاية المية دي ما تنتهي. أيوة. لو هي اقل، يعني لو المية قليلة مش كتيرة، بيدوله صنوف من الادوية فيها شوية كورتيزون، يمتصوا شوية المية دول. فانت تحرصي كويس جدا ان حد من الدكاترة الكويسين يشوفه ويديك له دواء مناسب. والطفل اللي اللوزة بتاعته حجمها كبير ده بيبقى، يعني انا مش من الناس اللي بتحب قوي تعمل اللوز، لكن هو بس دي ظاهره برضو يا دكتور، لان في اطفال كتير جدا اللوز عندها حجمها كبير. ما الحجم الكبير ده يعني خلي بالك دي ظاهره كتير في مصر، المفروض يعني متقلقيش الحقيقه يعني. المفروض انها تتشال. طيب شكرا على تليفونك. طيب دلوقتي انا بس في قصه ان احنا المفروض تتشال، يعني في شويه مشاكل كده برضو لازم اقولها لحضرتك. اتفضل. دلوقتي بعض الامراض او بعض الفيروسات بتيجي للاطفال من خلال غرفه العمليات، يعني فجاه انا يعني كنت عامله حلقه على الموضوع ده، بيقال ان في فيروس معين بيخرج من اوضه العمليات بيصيب البنكرياس، واحيانا الاطفال بتصاب بمرض السكر من بعد عمليات اللوز. في اطفال كتير جدا في مصر جالها سكر يعني بعد شهر بعد عمليه اللوز. وفي بعض الامراض الفيروسيه، فاحنا دلوقتي الامهات بقت في حيره ان هو ادخل ابني اعمله عمليه اللوز ولا اخرج بمرض تاني. الحقيقه يعني الكلام اللي بتقوليه لازم يكون له اساس علمي. يعني احنا عشان نقول ان الطفل دخل عمل عمليه وخرج بحاجه، انا بختار المكان، والمكان ده شكله ايه، متعقم ولا لا، والناس اللي فيه شغالين ازاي. بس مفيش حد بيدخل يبص على غرفه العمليات. لا يعني المكان اللي انت اخترتيه اصلا. يعني انا مش هروح اعمل لابني عمليه تحت السلم. طبعا. ولا عند دكتور في عيادته برضه. ما ينفعش، ممنوع. لا انا قصدي اقول ده عشان برضه احيانا العيادة في بعض الدكاتره بيعملوا العمليات دي في العياده. لا ما ينفعش. يعني انا بعمل لابني عمليه اللوز في مستشفى معروفه عند شخص معين معروف. انا بعرفه وبثق فيه، او رايح له عن طريق حد ما اصلح. في الغالب اللوز بيعملها جراح الانف والاذن. بيبقى الطفل ما
بقول من عند دكتور الاطفال. ايوه. فانا بثق في الدكتور فلان وابني بتابعه عنده، فبقول له انا عايز اعمل له لوز، او الدكتور قال لي اللوز هتتشال، طب اروح لمين؟ فبيقول لي روح لفلان، بيرشح لي دكتور او بيرشح لي مستشفى. تمام. بعمل عنده. مفترض في كل شيء انه صح. طبعا. مش معقول العمليات هتبقى ملوثه، مش معقول الطفل هيدخل ياخد فيروس تاني. المفروض عند سن ايه صح ان الطفل يعمل عمليه اللوز؟ مش قبل اربع سنين. مش قبل اربع سنين. عشان طيب. التخدير بس. حنان. الو. اي السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. ممكن اسال الدكتور شفي؟ اتفضل حضرتك، سامعك، اتفضلي. حضرتك انا بنتي عمرها 9 شهور ولحد دلوقتي ما بتتحركش، مجرد ان هي بس بدت ان هي تقعد، وعندها يا دوبك السنه اللي تحت ابتدت ان هي شويه انها تشق. تمام. وتاني حاجه لما بتيجي تنام على طول لازم على بطنها وعلى صدر والدتها. وعلى طول دايما في هرش كلها، راحت لدكتور قال لها لا طبيعي ما فيهاش اي حاجه، والمشي لسه شويه خليها، يمكن قال لها يمكن عشان ما شاء الله وزنها زايد شويه. حاضر. طب اسالك عن حاجه، حضرتك الحمام عندها امساك. طيب حاضر، الامساك احنا اتكلمنا عنه، بس انا هسالك عن حاجه مهمه. البنوته دي إيه؟ البنوته دي 9 شهور قلنا مش كده؟ تسع شهور. كلبوزه هي شويه؟ ما شاء الله جسمها تقيل. انا حضرتك في السعوديه مش في القاهره، طيب كده. طيب. بشوفها ان هي ما شاء الله وزنها تقيل كلبوزه. طيب احنا بصي، الطفل دايما التخين مرتبط عنده التخن بنقص الكالسيوم. طب شكرا يا حنان عشان بتكلمينا في السعوديه. شكرا يا حنان. الطفل التخين او الطفل الاوبيز، احنا طبعا المفروض ان احنا يعني نخصص حلقه كبيره للبدانه عند الاطفال. ده البدانه النفسيه عايز. كمان سلوك الام. سلوك الام ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. الامهات اللي ما فيش ام في الدنيا تقول ان ابني بياكل كويس. أيوة. ابدا. وتيجي لي العياده ابني ما بياكلش، وافتح بقه الاقي بقه فيه اكل كان جايباه وهي جايبه. صحيح والله بيحصل. الهانم اللي بتتكلم من السعوديه، البنوته 9 شهور دي بتخلي الطفله مش قادره لا تقعد. البنوته 9 شهور هي المفروض تسنن من قبل كده بشهرين. فبدات تطلع سنه، ده مؤشر كويس. بس سنه واحده من 2 في سن 9 شهور معناه ان في لخبطه في الكالسيوم، يعني الكالسيوم قليل، ده مؤشر لان في نقص في الكالسيوم. وكمان انها ما بتتحركش كتير، ده لانها وزنها تقيل. الوزن التقيل مرتبط بنقص الكالسيوم. طفل تخين هيلاقي عنده نقص الكالسيوم، طفل تخين هيتاخر في التسنين، طفل تخين هيتاخر في انه يسند ويقوم يقف. انه يمشي او يقف في سن 9 شهور ده لا، لسه بدري عليه. انت عشان تشوفي طفل بدا يقف ويسند ويمشي على الفوتيه او على الحيطه مش اقل من سنه. طيب دكتور، هي دي طبعا عايزه حلقات كتيره جدا، لكن أوي. نكتفي طبعا بالمعلومات القيمه اللي حضرتك قدمتها لنا النهارده. وعايزه اقول بقى في النهايه بشكر حضرتك جدا ونورتنا في لايف كلينك. طبعا النهارده انا يعني كان نفسي ناخد معايدات اكتر عن عيد الام، لكن احنا هنخليها بعد الفاصل. بعد الفاصل ده نطلع فاصل مع بعض، هنرجع بقى نتكلم براحتنا عن عيد الام واغاني عيد الام والمعايدات كلها، كل اللي عايز يعايد على والدته او على مامته. خليكم معانا، فاصل ونواصل.